عدت إليكم مرة تانية بلقاء من القبائل العربية في مصر، ولكن المرة دي وأنا أخدكم غربا، أخدكم غربا وتشوفوا ممثلي القبائل اللي جايين من أقصى الغرب المصري إلى أقصى الشرق المصري. رسالة تأييد، رسالة تضامن، ورسالة أيضا لقوة مصر، قوة القبائل المصرية. احنا اللي على الحدود، احنا اللي موجودين، احنا اولاد عم، احنا القرايب، احنا اللي واقفين جنب بلدنا ومتواجدين جنب بلدنا وفرحانين باللي بيتم فيها. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الشيخ مهدي العمدة نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية. اهلا بيك بقطاع غرب الدلتا، اهلا وسهلا. والعمدة عبد الكريم ابو سيف، عمدة مركز الحمام محافظة مطروح. هبدأ بحضرتك شيخ مهدي. اتفضل. وجودك هنا النهاردة في هذه المدينة ونظرتك ايه لتواجدك في اقصى الحدود الشرقية المصرية مع بناء مدينة جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فعلا من اقصى غرب الجمهورية جينا الى اقصى شرق البلاد في هذه البقعة المباركة التي شهدت العديد من الاحداث التاريخية، سواء الروحانية أو الحروب التي خاضها الشعب المصري بقواته المسلحة منذ دحر الهكسوس إلى دحر الكيان الصهيوني الذي حاول اغتصاب هذه الأرض التي نقف عليها الآن، والآن هي محررة الحمد لله. واليوم نحتفل بالعيد 42 بمناسبة تحرير هذه البقعة التاريخية الروحانية التي شهدت العديد من المواقف الإلهية. من هنا جئنا وباسم جميع قبائل غرب الإسكندرية أو غرب الدلتا لكي نؤيد القيادة السياسية في جميع الخطوات والسياسات، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى العالمي. اليوم في هذه البقعة التي كانت تشهد جميع الخلايا الإرهابية التي كانت تعيث فسادا، اليوم تم القضاء عليها بفضل مجهود قواتنا المسلحة وتضافر جهود أبناء سيناء المخلصين مع قواتنا المسلحة حتى تم تطهير هذه البقعة. اليوم شاهدنا العديد من المشروعات الاستثمارية. مدينة السيسي جديدة اليوم تم تدشينها في هذه المنطقة لإعمارها لصالح أبناء سيناء الذين عانوا الكثير والكثير. أيضا جئنا لتدشين مجلس القبائل والعائلات المصرية من على أرض سيناء الطاهرة لكي نرسل رسالة للعالم أجمع أن هذه المنطقة تم تحريرها وهي آمنة بفضل سواعد أبنائها الأبرار الشرفاء من رجال القوات المسلحة. بس أنا شايف أن هي أبعد شوية من أنك أنت مجرب بتطور. انا شايف ان دي رساله، ورساله اكيد ناس كتير اكيد اللي أكيد. انت كنت بتحلم انك انت تطمع فيه ما تقدرش تجيه بارض يمتلكها ناس وعايش عليها ناس وبنطورها، وادي كمان مدينه عملاقه جديده واحنا بنحتفل النهارده فيها. بالظبط كده، جهارا نهارا على الحدود الشرقيه لمصر متراميه الاطراف، من حلايب وشلاتين للسلوم إلى سيناء، جميع أبناء القبائل اليوم متواجدين في هذه البقعة لكي يعلنوا رسالة قوية مفادها أن الشعب المصري بجميع أطيافه بجميع مكوناته مع القيادة السياسية ويقف خلف الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. شكرا. العمدة عبد الكريم أولا أهلا بيك. أهلا بيك، عايزك تعالي صوتك عشان أسمعك. كنا بحط الميكروفون كده. انا اول حاجه بحييكم ووجه، طب حط الميكروفون كده، وهوجه تحيه لجميع عاملين على قناه الحياه. اشكرك. الله يبارك. ثاني حاجه لحضره النائب، ما عجبنيش حاجه عشان انا احكي عليها، بس انا اقول لك حاجه بالنسبه لوجه التحيه الخاصه لقواتنا المسلحه، وبارك ليها وقول لدحر الارهاب وقضاء على الارهاب. وجه التحية لأبناء سيناء، أبناء سيناء الذي وقفوا مع القوات المسلحة، قواتنا المسلحة، وأدوا وقضوا على الإرهاب. وأقول للقوات المسلحة
هو الحمل ثقيل، لكن هم أدى ذلك وأكثر، لأنهم عليهم حمل الأمة العربية كلها، ولكن هم رجال أكبر من ذلك وأدى ذلك. تحية للجميع طبعا، ومبارك لأهل سيناء على المدينة الجديدة، وبارك لإبراهيم عرجان رئيس القبائل العربية. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صح؟ صحيح. طيب احنا دلوقتي القبيلة ده بتنتمي الشعب، الفرد ممكن يحكم على 5-6 شعب لأنه فرد، لكن القبيلة عندنا كبير القبيلة يحتكم ممكن على 4000 20000 40000 كبير القبيلة، عندما يكون صارع، واحنا كل كبير الكبيرة القبيلة يكون دائما منتمي للبلد. عندما يقول كلمة للبلد في 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 على الوطن كله يسمعه، ده في صالح مصر الحبيبة، في صالح انه برضه القائد الآلة عبد الفتاح السيسي نبارك فيه وربنا سبحانه وتعالى يسدد خطاه. عندما الكبير يقول كلنا حنكون معه، لان كبيرنا الكبير السيد عبد الفتاح السيسي. طب سريعا، انا عارف ان انت جاي تتابع التطورات التي تجري في سيناء، ولكن ايضا عايز اخد رايك بسرعه كده. انت عمد بمركز الحمام، ايوه، انت الساحل الشمالي كله، الله يبارك فيك. احكي لي رؤيتك ايه لكل التطوير اللي عمال يحصل ده؟ رؤيتي تنميه، رؤيتي في 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 تنميه في 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 ان شاء الله. يعني انا رؤيتي الاقتصاد هيبدا من سيناء ان شاء الله، الاقتصاد هيتنعش من سيناء، لان سيناء اللي شفنا في سيناء تطور. احنا بنفكر ان العالمين والمدن دي احنا خلاص سبقنا، لا، احنا لقينا في سيناء اللي هو زي العالمين، ان شاء الله حيكون زي العالمين واكثر من العالمين. ووجه رسالة الدولة كلها، سيناء الحمد لله أمنة، سيناء بقت أمنة خلاص، سيناء حتكون هي الاستثمار، سيناء حتكون هي المستقبل بإذن الله إن شاء الله. تفضل. طبعا قبل ما أغادر المكان وأنسى، أتوجه بخلص التهنئة للشيخ إبراهيم العرجاني على توليه رئاسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، كذلك أخي وصديقي العمدة أحمد رسلان نائبا له، متمنيا لهم كل التوفيق إن شاء الله. بإذن الله يكون لينا لقاءات تانية كثيرة بإذن تم الله. تم اتخاذ القرارات خلاص وهي كده وانتهت. وتتبع كل القبائل العربية اللي موجودة على أرض مصر اتحاد القبائل. اتحاد القبائل ده الكيان الرسمي اللي يمثل قبائل جمهورية مصر العربية من السلوم حلايب وشلاتين لسينا. فنهيب جميع الأخوة أصحاب الكيانات الموجودة مع كامل احترامي لأشخاصهم أن ينضموا لهذا الكيان الذي يمثل الدولة المصرية، يمثل الدولة المصرية ويمثل جميع قبائل جمهورية مصر العربية والعائلات المصرية. على فكرة احنا معاكم، ما تقلقوش، منضمين اليكم من دلوقتي. تمام. انا شفت النهاردة يعني العديد من القيادات موجودة معنا طبعا، بس في قيادات تانية يعني اكيد اكيد كله سيتواجد باذن الله في اللقاءات القادمة. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. شكرا جزيلا، بشكركم على وجودكم معايا.